احتفى تربية الساحلي حضرم بتكريم 686 طالبا وطالبة من أوائل مدارس تعليم القرآن الكريم والمجمعات النسائية ومن ثانويتي المكلة النموذجية للبنين والبنات والحاصدين على المراكز الأولى في البطولة المدرسية للعبة التايكواندو. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. تكريم من قبل إدارة التربية بساحل حضرموت للطلاب المتفوقين وأوائل مدارس تعليم القرآن والمجمعات المسائية وأبطال لعبة التايكوندو للبطولة المدرسية في نسختها 15 برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني. إدارة تربية ساحل حضرموت أكدت أنها سارت وفق ما خطط له خلال العام الدراسي المنصرم رغم الأحداث والظروف التي شهدتها البلاد، حيث تمكنت من الانتشار في الرقعة الحضرمية عن طريق الانتشار الملحوظ في مدارس تعليم القرآن الكريم ودورها البارز في العملية التربوية والتعليمية، حيث وصلت إلى 21 مدرسة. هذا التكريم الذي ننجز به وعدا قطعناه على أنفسنا منذ سنوات مضت، حيث بدأنا في ظل ظروف سياسية استثنائية معقدة وصعوبات وعراقيل واقعية لا حصر لها. يومها كان لابد من الخوض في تجاوز التحديات التي تقف عايقة أمام انطلاقة جديدة لتربية حضرموت تستعيد مجدها الكبير وتتجاوز كل ما صابها من شوائب ألقت بها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فكان إن قبلنا التحدي ونحن لا نملك إلا الإيمان الكبير بالله وبالتوفيق من عنده وإرادة قوية لا تلين ولا تنحني. قصص نجاحات المجمعات المسائية وما وصلت إليه بعد سنوات من التخطيط والمتابعة والإشراف، حيث أتاحت فرصا جديدة لكثير ممن عجزوا عن استكمال مسيرتهم التربوية والتعليمية وتوقف تحصيلهم العلمي عند مستويات متواضعة، منحتهم القدرة على مواصلة تعليمهم لتحسين ظروفهم المعيشية. كنت في البداية كنت لما أقول في دراسة وفي كذا ظروفي وأولادي وبيتي كنت خايفة ومترددة، لكن لما دخلت لقيت أن كل هذا التفكير والصعوبات أصبحت سهلة، وأنصح الكل أن يواصل تعليمه. مدارس تعليم القرآن الكريم هي فكرة جميلة وجيدة من الأستاذ جمال سالم عبدون حتى يعطي مجال كبير لحفظة كتاب الله على إكمال هذا القرآن الكريم والعلوم الأخرى. في مدارس تعليم القرآن الكريم يعطى كثير من المواد من ضمنها وأساسيها تعليم القرآن الكريم حفظاً، كذلك مجموعة من الكتب والمتون مثل الجزرية وكذلك مثل تحفة الأطفال وكتب أخرى. الحفل تخلله عدد من الرقصات الفرائحية والوصلات الغنائية والشعر، واختتم بأجواء من الإبداع والتميز والألق في لحظات التكريم.